أولى ملفاتنا للنقاش سنتحدث عن تحضيرات الجامع الأعظم إذن، وسنتحدث عن آخر اللمسات والرتوشات عفوا التي أصبحت اليوم للجامع الأعظم تزامنا مع افتتاحه في الفاتح نوفمبر المقبل إن شاء الله. إذن للحديث أكثر حول هذا الموضوع يلتحق بنا هنا ضيفنا في البلاطو زهير حسين، إذن المدير التجاري للشركة المسؤولة عن تأثيث الجامع الأعظم. صباحك سعيد سيد زهير. صباح النور سيدتي الكريمة، أهلا بك. نعم، شكرا على الاستضافة والدعوة. إذن بداية سيد زهير، هل لك أن تحدثنا عن آخر الرتوشات واللمسات؟ أين وصل اليوم مشروع الجامع الأعظم؟ هل نستطيع القول أنه اليوم الجامع الأعظم أصبح جاهزا للاستقبال وللافتتاح يوم الفاتح نوفمبر؟ أكيد سيدتي الكريمة، العامل في المسجد الأعظم أو جامع الجزائر ماهوش والد الأشهر هذه ولا السنوات برك الفائتة، فهو عمل طويل على مدى طويل. وفيما يخص التجهيزات أو مدى الوصول إلى تحقيق الإنجاز الكامل، فنستطيع أن نقول أنه في الرتوشات الأخيرة، يعني أكثر من 99% نعم 99%. فيما يخص التأتيت نقدر نقول أننا في الأيام الأخيرة، بقي يوم أو يومين على الأكثر. طيب، على ماذا اعتمدتم في تأثيث الجامع؟ ربما من أين كان المصدر؟ يعني كيف أصبح اليوم ربما الجامع الأعظم بعد إضافة آخر لمسات؟ هل يمكنك أن تضعنا في الصورة؟ والله سيدتي الكريمة، كما يدري الجامع، مشروع جامع الجزائر نقدر نقول هو من أكبر المشاريع في السنوات الأخيرة. نعم. وهو مرآة عاكسة لدولة بحجم الجزائر. يعني المتطلبات وما يحتويه من مرافق أو أثاث، بما أنني مختص في التأتيت، فهو على أعلى مستوى من الرفاهية والجودة، ولازم يكون أثاث موافق للمعايير الدولية. نعم. يعني يكون بحجم مشروع كجامع الجزائر. وكيف كانت عملية تأثيث الجامع الأعظم سيد زهير؟ والله العملية ما كانتش بالشيء السهل، لأنه في حد ذاته تأثيث الجامع الأعظم أو المشاركة. نعم. مشاركة في مشروع مثل هذا هو تحدي. يعني لازم تكون قد المسؤولية. نعم. لازم تكون هي تحدي كبير جدا، لازم تكون قده. طيب، وكيف كانت ردة فعلكم عندما تلقيتم هذا المشروع الضخم؟ والله كما قلت لك، شركتنا يعني نيو ديزاين أوفيس هي دائما سباقة إلى التحديات. يعني ما هوش المشروع الأول، نحن اشتغلنا مع الخواص، مع المؤسسات العمومية، مع الهيئات الدولية، نشتغل في المجال هذا منذ أكثر من 20 سنة. ولكن الجامع الأعظم له طابع من حيث الروحانية أو من صحيح. حيث الدلالة، من حيث المكان، من حيث التاريخ، حتى الافتتاح سيكون يوم يعني تاريخي الفاتح من نوفمبر. اكزاكتومون، يعني مع تزامنا مع القمة العربية، يعني الوفود اللي رايحة تكون تم وفود رسمية على أعلى مستوى، يعني شيء عظيم وستان شالنج بالنسبة للمؤسسة. صحيح. بالنسبة للمؤسسة أنك تضع البصمة تاعك في مشروع عظيم كما مشروع جامع الجزائر. أي جدا. شركة أو أي مؤسسة سواء وطنية أو خارجية عامة أو خاصة لها الشرف أنها تضع بصمتها في مشروع مثل هذا. جميل جدا. نعم، وبالنسبة للتجهيزات واللمسات الأخيرة، هل يمكنك أن تحدثنا عن التأثيث؟ ربما ما هي الأقسام التي قمتم بالإشراف على تأثيثها؟ ما يخفلكش أنه في الجامع الأعظم ماهوش مسجد أو قاعة للصلاة فقط. صحيح. مثل ما يفكر البعض. صحيح. فهو سموه جامع، يعني فيها كما نقولوا لوميناري المنارة. صحيح. فيها مراكز علمية ثقافية أدبية، فيه قاعات للمحاضرات، وإحنا كتعدنا مشاركة وبصمة في جميع مرافق الجامع. هل يمكنك أن تطلعنا؟ ربما اليوم المواطن لديه نوع من الفضول لمعرفة أين وصل المشروع. خلينا ما نقولوش كلمة مشروع لأنه تم الانتهاء منه، يعني أين وصلت التحضيرات؟ يعني هناك نوع من الفضول، الجميع يريد أن يعرف كيف أصبح الجامع
الجامعة الأعظم قبيل الانفتاح المصري؟ لا سيدتي، الجامعة الأعظم نقدر نأكد لك أنه في ظرف أسبوع يقدر يستقبل المواطنين المصلين الوفود القادمة من أجل القمة العربية. يعني راح يكون جاهز في أسبوع، راح يكون جاهز 100% قبل الفاتح من نوفمبر. جميل جدا. وهل هناك تحضيرات خاصة بالقمة العربية على هامش استقبال الوفود من قاعة محاضرات؟ يعني ماذا قمتم بهذا الصدد؟ أكيد قاعة المحاضرات كلها مجهزة 100%. يعني جدا. كنا منذ يومين قمنا بتجهيز كل القاعات تحضيرا للقمة ولزيارة الوفود. يعني الوفود ستجول في كل أنحاء الجامع بإذن الله. أكيد أكيد، لأنه خلاص العمل فيه قد تم تقريبا 100%. يعني هو جاهز لاستقبال الوفود الرسمية والمواطنين كذلك. طيب ماذا عن المرافق؟ هل يمكنك أن تكشف لنا القليل عن تفاصيل المرافق؟ يعني تحديدا أي نوع من الأثاث قمتم بتجهيزه في المرافق؟ أكيد مكاتب صالونات من النوع الجيد، لأنه كل مرفق والأهمية نتاعو والدور نتاعو. مثلا مثل المنارة فهي تحتوي على كافيتيريا، تحتوي على متاحف، تحتوي على مكاتب. يعني أننا قمنا بوضع البصمة أو تجهيز كل المرافق. هناك تاني الجانب الثقافي، يعني كاين المركز الثقافي. نعم. كاين المركز الإسلامي. كل المراكز يعني وضعنا فيها لمستنا من حيث المكاتب أو الكراسي أو الصالونات أو الطاولات، ومن أعلى جودة ومن أعلى مستوى. جميل جدا. وكيف ربما تصفون هذه التجربة؟ والله ما نخبيش عليك، احنا الان عدنا شهور عديده رانا نشتغل في المسجد. يعني احتكاك مع العمال والاحتكاك مع المهندسين. نعم. انا اليوم راني جاي مباشره من العمل، يعني عمل 24 ساعه على 24 ساعه لاتمام المهمه، يعني شيء عظيم. وكما سبق وقلت لك انه المشروع هو نقدر نقول هو مشروع القرن لما له من دلالات تاريخية. صحيح. وروحانية ودينية. يعني أنك تشارك أو أنك يختاروك أو تكون من المساهمين في التأثيث، يعني هذا شيء عظيم ويضاف إلى السجل الذهبي لمؤسستنا. جميل جدا. وهل تم الانتهاء من العملية كاملا؟ يعني اليوم انتهت عملية التأثيث والجامعة أصبح جاهزا 100%؟ اليوم هو آخر يوم للعملية التأثيث. جميل. يعني جدا. اليوم إن شاء الله قبل الخامسة أو السادسة إن شاء الله نكون انتهينا من كل الرتوشات وسيسلم المشروع. أكيد أكيد بإذن أكيد. الله. شكرا لك زهير حسين المدير التجاري للشركة المسؤولة عن تأثيث الجامعة الأعظم. نتمنى لكم ولشركتكم التوفيق. شكرا. الشكر موصول سيدتي.